ولنقاش الملف الأفغاني والحديث عن التطورات في أفغانستان مع إعلان الاتحاد الأوروبي لإمكانية الحوار مع حركة طالبان التي تتقدم حاليا في ولاية بانشير، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المختص في الشأن الأفغاني الدكتور محمد البلعوي. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم. كيف يمكن قراءة التقدم الأخير لحركة طالبان في ولاية بنشر وسيطرتها على مركز الولاية وتأكيد أحمد مسعود أنه جاهز للتفاوض مع الحركة؟ لم يكن ذلك مفاجأة لكثير من العارفين بالشأن الأفغاني، لأنه الشعب الأفغاني على مدى سنوات طويلة من القتال آن الأوان له أن يستريح، وهو من خلال عدم مقاومته لطالبان في سائر أنحاء أفغانستان كان واضحا جدا بأنه يرغب بإعطاء حركة طالبان فرصة أن تحقق الاستقرار والسلام والأمان. ولا شك أنه كثير من سكان بنشير سواء من رجال الدين أو الكبار في السن أو الزعماء المحليين كانوا غير راغبين بالدخول في مواجهة دموية خاسرة مع حركة طالبان، ولذلك حصل ما حصل، وأعتقد أنه كان متوقع ذلك. المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اعتبر الحوار مع حركة طالبان الحوار الذي لا مفر منه بحسب وصفه، إلى أي مدى يعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني أو اعتراف وشيك لاحقاً بحركة طالبان من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي؟ موقف هذا ليس موقفا جديدا، حتى قبل دخول طالبان إلى كابول كان الموقف الأوروبي يريد أن يترك الباب مواردا رابطا الاعتراف والمساعدات بسلوك طالبان، يعني ضمنا هو لا مشكلة عنده بوجود طالبان في كابول وفي السلطة، لكن يريد أن تسلك طالبان بسلوكها السياسي وعلاقاتها الخارجية سلوكا يوافق إرادة ومصالح الاتحاد الأوروبي وكذلك أمريكا بهذا الخصوص. ماذا يعني نجاح طالبان بتشغيل مطار كابول ومن ثم إعلان المبعوث الأممي لأفغانستان مارتن جريفيث عن إقامة مؤتمر دولي لإرسال المساعدات الإنسانية؟ أعتقد أنه تشغيل المطار لم يكن تحديا كبيرا، بالعكس هم الجميع كان حريص أن يبقى هذا التواصل لأفغانستان مع العالم، لأنه الحدود البرية مشوارها طويل وصعب، أما مطار كابول وخصوصا أنه أفغانستان بلد جغرافيا مغلق فهو الوسيلة الأفضل للتواصل مع العالم، والعالم هذه المرة خلافا لما حصل عام 1996 لا يريد أن يعزل أفغانستان لتعود مرة إلى دوامة العنف والدماء، بالعكس ويريد أن يطوع سلوك حركة طالبان ويجعلها في خدمة مشاريع سواء كانت أوروبية أو أمريكية إن استطاع. بعد تجاوز حركة طالبان للتحدي الأمني بتشغيل المطار، ما ملامح التحدي المقبل بتشكيل الحكومة؟ يعني أعتقد أنه الشعب الأفغاني كما ذكرت يريد أن يعطي طالبان فرصة، لمسنا من طالبان نضوج في السلوك السياسي والاجتماعي، لكن لا ندري إلى أي مدى هذا النضوج سينعكس على تشكيل الحكومة في هذا الظرف المعقد والصعب، خصوصا نحن لا نتحدث عن يعني حالة مستقرة، الوضع الأمني والوضع السياسي والاقتصادي ما زال غير مستقر، ولذلك سيكون أمام طالبان خيارات صعبة لتأخذها في المرحلة القادمة بهذا الخصوص. هل من ضمن هذه الخيارات تغيير تسمية إمارة أفغانستان الإسلامية؟ يعني أعتقد أن هذا مسألة شكلية، أن تكون إمارة أو مملكة أو تكون أي شيء، هذا مسألة شكلية، المهم هو كيف سيكون السلوك السياسي لدولة أفغانستان في المرحلة القادمة وعلاقتها بالقوى الكبرى وجيرانها. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد البلعاوي المختص في الشأن الأفغاني، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.